خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار، صباح الخير على حضرتك طبعا في البدايه. صباح الخير على حضرتك استاذ مهند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بيك. بنحب دايما في بدايه الاسبوع ونهايه الاسبوع نعرف يعني بالتفصيل كده الجو او الطقس هيحمل لنا ايه هذا الاسبوع. هل هنقدر ننزل في الشمس مثلا؟ هل هنقدر نخرج الصبح؟ هل بالليل هيبقى الجو معتدل الى حد ما ولا الوضع مش هيبقى مستقر؟ خلينا نعرف من حضرتك. هو احنا الحمد لله بدايه من اليوم هنشهد اجواء شتويه مستقره على كافه مناطق الجمهوريه. يمكن احنا بالفعل الامس واول امس شهدنا حاله من عدم استقرار في الاحوال الجويه، كانت ذروه الحاله بالامس وكان في امطار متفاوته الشده ورعديه على اغلب مناطق الجمهوريه. كان في كمان انخفاض في درجات الحراره العظمى سجلت على القاهره الكبرى بالامس 15 درجه مئويه. اليوم متوقع طبعا بدايه من اليوم استقرار في الاحوال الجويه، زياده لفترات سطوع اشعه الشمس على كافه الانحاء، بالاضافه كمان ارتفاع في درجات الحراره بحوالي 4 درجات عن الامس. يعني احنا اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى 19 درجه مئويه. فاليوم الجو هيكون خلال فتره النهار معتدل الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، خلال فتره الليل هيظل شديد البروده على كافه الانحاء. كمان الثلوج ما زالت بتتساقط على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحراره اللي بيوصل ل1 و2 تحت الصفر. الاجواء بالظبط يا فندم، هي مرتفعات سانت كاترين دايما نروح بقى عليها السلوك. اكيد يلا. هو احنا كمان الاستقرار في الاحوال الجويه ده هيكمل معانا ان شاء الله اليوم الثلاثاء القادم. كويس. استقرار في الاحوال الجويه، ارتفاع في درجات الحراره تدريجي كمان. يعني احنا غدا متوقع عظمى على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه، الثلاثاء هيبقى 22 درجه مئويه. فالطقس خلال فتره النهار هيكون دافئ، لكن خلال فترة الليل هيظل شديد البرودة. كمان الظاهرة اللي بتبقى دايما مؤثرة في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية. يمكن احنا لاحظناها في الساعات الأولى من صباح اليوم وهتكمل معانا خلال الأيام القادمة الاثنين والثلاثاء، شبورة مائية في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. لكن مع نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله، يمكن مع مساء يوم الأربعاء، يمكن الأربعاء يبقى أجواء شبه مستقرة لسه، لكن مع مساء الأربعاء هنبدأ نعود تاني في امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على حالة من التقلبات الجوية. إلى الآن فرص الأمطار هتكون على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري. تمام. احنا كده لينا مكالمه مع حضرتك يوم الاربعاء برضه عشان نتكلم بالتفصيل عن الويكند، بس كده احنا اطمنا على الاسبوع او بدايه الاسبوع. شكرا ليكي جدا دكتور منار. شكرا يا فندم. حلو الكلام ده، لان يعني ماشي الحال. الواحد ماشي الحال. بيحب ينزل بعد الشغل ياخد كوفي ولا يقعد يتمشى بتاع. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه صحيح؟ مش حاجه. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل كلامنا مع كل حضرتك. اتفضل.